أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد خبر سجن رهف القحطاني تظهر بالنقاب استعدادا لمقابلة النيابة السعودية للتحقيق معها. خليني اطلع كذا رناد. ايوه شايف الفلتر وين يطير. ذكاء ذكاء. امسكي البس الثاني. ايوه وش ذا؟ انا بعد نتفاهم مع انت جابت كيف الاداء جدتي نسيت عني. كيف جدتي تل يا مريحة قصي ريحة الهواي. نجي الثاني نجيب شوي. هذا اللي جنبك. ها؟ لا هذا الجديد. دقيقة. طبعا اذا مسكوا بنت مع رجل الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات ترجع الهيئه، رجعت الهيئه ترى تمام. طبعا يزوجونك البنت وسنتين تقعد معك ما تطلقها، واذا طلقت البنت تمام تسجن 10 سنوات وايضا 1000 جلدة شهريا، غير أن مهرها لا يزيد عن 1000 ريال لأنها رخيصة ومن أرخصت نفسها رخص مهرها تمام، ولا يسمح أنها تطالب بمسكن لأنها راح تسكن معاك في نفس الغرفة. أوكي نجي عند المتزوجة. المتزوجة يعلمون زوجها، يمنع التستر عليها، يعلمون زوجها. وإذا طلقها زوجها تمام، إذا طلقها زوجها يزوجونها الرجال، تزوج الرجل اللي اختلت معه، رجع نظام الهيئة. الحين راح ينظف البلد، رجع نظام الهيئة. ف يعني والله مالي شغل، والله جاني خبر قلت خلني افسع. مفتاح تيك توك ولا ترند بس تحمل المشكلة يعني ريت على سالفة ما قصدي شيء. المشكلة لا في مصدر ولا في يا جماعة، لا حد ياخذ من رهف ولا نصيحة، يعني ما في مصدر، ما في ليه اعطيني اللي هم يرسلوا لي يرسلوا لي مين هذا يبون يوقعوني بالكمية.